مرت العاصفة الاستوائية ساجر وانتهت تأثيراتها، لكن آثارها لا تزال حاضرة. والأثر هنا لا يقتصر بالضرورة على ما خلفته من دمار وخراب في البنى التحتية الهشة أصلاً لمدن الساحل الحضرمي. ففيما توشك عاصفة جديدة هي ما كونوا أن تضرب الساحل. يتسع الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بحضرموت حول مدى كفاءة تعامل السلطات مع مثل هذه الأزمات والكوارث الطبيعية. إلى الآن ولا أحد يوجد من فرق الإنقاذ. أين السلطة المحلية؟ أين الطوارئ؟ أين الذي؟ المنتقدون لأداء السلطات يستشهدون باستمرار بقاء الكثير من آثار الأضرار التي أحدثتها الأمطار ومياه السيول وتراكم أكوام القمامة وانتشار الروائح السيئة وبقاء المستنقعات المائية في شوارع المدينة بالرغم من توقف هطول الأمطار منذ أيام. الإجراءات التي اتخذتها السلطة لمواجهة الأعصار القادم غير كفيلة لمواجهة التحديات القائمة اليوم، وهذا لحد الآن من الأعصار الأول. تشوفوا قدامكم الأكوام ما زالت في الشوارع والقمايم والأوساخ، ولا شيء ولا قادر السلطة تغطي أي حاجة معنا من الأول، ما بالك الثاني إنه أقوى وأشد من الأول. في المقابل هنالك من يرى أن السلطات المحلية تعمل وفق إمكانيات بسيطة لمعالجة أزمة اعترفت في بيان لها بأنها تفوق قدراتها، موجهة دعوة للحكومة ودول التحالف العربي والمنظمات الدولية للتدخل. اتخذت اللجنة عديد من الإجراءات، ومن هذه الإجراءات تشكيل لجان في المديريات، لجان متعددة، لجان مصغرة ترفع لها للجنة بالمحافظة للاطلاع على المعلومات كاملة حول أي ضرر. والأضرار كما وصلت المعلومات الأولية هي تكمن في الطرقات، في مولدات الكهرباء، أضرار برضه في أبار المياه والصرف الصحي، وأكثر تضرراً كان في مدينة المكلة. قصور الإمكانات لم يمنع الإدارة المحلية بالمحافظة من تنفيذ بعض المعالجات السريعة تمثلت في إعادة فتح الطرقات وإصلاح منظومتي الكهرباء وشبكات نقل المياه التي تضررت جراء تدفق مياه السيول. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.